بشكر الأخوة المتحدثين، وللأمانة كل المواضيع اللي حكينا فيها اليوم مهمة، وطبعا ضمن الإمكانيات راح نتابعها ونشتغل على كل النقاط. وكونا في دير علة حاب أشير لنقطتين، ومثل ما تفضلتوا أغوارنا وبفضل الله مليانة خير، هي سلة الغذاء الأردني وكلنا مسؤولين عن دعمها وتطويرها حتى يدوم فيها الخير إن شاء الله. ومثل ما بتعرفوا سيدنا ببذل جهد كبير في تعزيز الأمن الغذائي والنهوض بقطاع الزراعة، ومثل ما دائما بأكد موقعنا الاستراتيجي ما كنا نكون مركز إقليمي للغذاء. والتطور في العالم بيشمل كل المجالات ومنها أكيد الزراعة وأساليبها الحديثة، فبتمنى منكم تشجع الشباب على الإقبال على قطاع الزراعة وإنشاء المشاريع التنموية. فبشكركم كمان مرة والله يعطيكم العافية، وبعرف ممكن نكمل على الغداء، يمكن فيه كمان مواضيع ممكن نحكي فيها، بس حاب أشكركم اليوم.